اليوم انتم من ابناء المنطقه نفسها تعانونها من عدم صمود الكادر الطبي في مثل هذا المكان من الارتفاع، ومثل ما قال كان اما ان لا يجد امكانيات للصمود او انه يفقد الصمود والحماس في البقاء بسبب البرد. انتم ابناء المنطقه اكثر حرص على خدمه اهاليكم، وانا حقيقه اعرف هذه المؤسسه، مؤسسه السلام، اعرفها منذ عشرات السنين. هذه المؤسسه قدمت العديد من المشاريع المجتمعيه، وكانت ايادي بيضاء امتدت الى غيركم قبل ان تصل اليكم، وانا على ثقه بانكم ستستفيدون من هذه الدوره التي اقيمت، وخاصه انها شملت جوانب عديدة في المجال الطبي. صحيح أنها كانت لمدة 45 يوم، لكن أنا أعتقد بحماسكم وبسنكم المبكر وباندفاعكم لتقديم الخدمة لهذه المنطقة، أنا أعتقد أنها ستكون باكورة خير. جمعية السلام الاجتماعي الخيرية تعمل في جبل صبر. اليوم نحتفل باختتام الدورة التدريبية المتميزة الذي أقامتها الجمعية بداء بالتنسيق مع مستشفى العروس الريفي. الدورة كانت متميزة، استهدفت 45 فتاة واستمرت 50 يوم. تلقت المتدربات فيها على كثير من الأشياء، الإسعافات الأولية والصحة الإنجابية والحروق والتوعية والتثقيف الصحي واللقاحات. هذه الدورة إن شاء الله سبحانه وتعالى عبارة عن تكوين قاعدة صحية في المنطقة لمن يقدم الخدمات الصحية في المناطق الريفية. إن شاء الله هذه الدورة سيكون بعدها عدة برامج تأهيلية، دورات تدريبية ودورات تأهيلية. الهدف من ذلك هو إيجاد كوادر محلية في المناطق الريفية لتقديم الخدمات الصحية. ندعو المنظمات والجهات الرسمية في الجانب الدعم في الجانب الصحي أن يهتموا في تقديم الخدمات في الجوانب الصحية في المناطق الريفية. أنا من منطقة العارضة، اسمي جميلة يحيى قاسم. تكلم نبذة مختصرة عن هذه الدورة. الدورة كانت متميزة جدا، استمرت لمدة 50 يوم. تلقينا فيها محاضرات عملية وتطبيقية داخل مستشفى العروس، والدورة كانت في مجال الإسعافات الأولية والأمراض الباطنية وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض النساء والصحة الإنجابية واللقاحات والتغذية التكاملية للطفل. تلقينا فيها محاضرات علمية بنفس الوقت، وكل ما أخذنا سنقدمه في قرانا وعزلنا في المنطقة. والشكر، كل الشكر للقائمين بهذه الدورة. كانت الدورة التدريبية متميزة جدا، استمرت لمدة 50 يوما. تلقينا فيها أشياء جميلة، هذه الإسعافات الأولية، وتتمثل في الإسعافات الأولية والأمراض الباطنية.